غنقول لك اخويا جايه خارجه تبان ليا كتهضر هي وياك كيهضروا مع بعضياتهم تبان ليا كيخطب يضرب التليفون ضربوا مع الارض عاود هزوا ولاح الدوره اللي درنا لقيت السيده متكيه ما الله يصبر عادي كيهضر معاها وانا ما كنتش قريبه ليه اخويا باش غنعرف فاش كيتحاور معاها انا حيت كنشوفها من البعد ملي تم غادي هربا نشدو واحد السيد مواطن بحالنا بحالها اللي ما نخليوش هاد السيده تضيع هكا اش غنقول لك واحد المنظر لا يتسالى لا لا ما خدامش في السبيطار تما خدامه في السبيطار اللي انفاس مع السبيطار تما في خدام خليك بحال كوكا الاحساس ديالك ملي شي الواقع ما غاتصورش انا واقفه مرفوعه الله اللي طالع بيا حيت راه كاع مواطنين وكاع كنمشيو نجيو فوق الارض ما يمكنش غتشوف مواطن بحالك بحالو كيموت راه مستحيل انا جايه ندير الحس ما بقيتش قدرت نديرها درتي الماكسي كيفاش وقعت من اللي بعد شت باش شت داكشي واش كتجمع بيناتهم شي علاقه الله اعلم اخويا ما كنعرفش انا مواطنه قلت لك بحالي بحال الناس ما نقدرش نزيد شي حاجه على السيد ولا نزيد شي حاجه على السيده انا خيرا مني شتوا شنو دار ليها كيتهضروا كيتحاوروا الله اعلم خبط التليفون مع الارض عاود هزو شي يربيه الدوره اللي درت لقيت السيده متكيه والدميه دايزين واش غنقول لك انسان كيشوف روحه كتموت قدامه بقى صغيرة اش غنقول لك كيقولوا صحاباتها بنت 25 عام بقى ما عرفتش ما تاكدش نزفط عليكم لا اش غنقول لك الله يرحمها ويوسع عليها وعافاك الله يرحمك.